بين الهدى والنور ورواية المأثور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتعددة التي تتعدد فيها الأسئلة وتختلف حسب وعدنا في هذا الشهر المبارك. أرقامنا التي نستقبلكم عليها 99-00-141، وأيضا 99-00-141 طبعا، و 99-80-19-19، كذلك موقعنا على شبكة المعلومات. ضيفنا في هذا اليوم هو سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. نرجو أن تتواصلوا عبر هذه النوافذ التي ذكرناها لكم، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، في الموقع على التويتر أحد الإخوة أم محمد تسأل عن تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. في موضع آخر سأل أحد الإخوة عن تفسير هذه الآية وقال ذكرتم بأن النجاة من النار يعني عدم الوقوع فيها، لكن يقول في آية أخرى يبين الله تعالى أنه أنجى إبراهيم عليه السلام، نجاه من النار وهو واقع فيها وأنجاه الله من النار، يطلب تفسير هذه الآية والجمع بين المعنيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تفسير كتاب الله تعالى يتوقف على النظر في سياق الآية التي تفسر وما سبقها وما لحقها، إذ معاني القرآن إنما تستلزم من السياق وتستلهم من النظر في بقية الآيات أيضا، حتى تربط هذه الآيات ويربط بعضها ببعض فتكون وحدة متكاملة. وقول الله سبحانه وتعالى وإن منكم واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، إنما هذه الآية الكريمة مسبوقة بقول الله سبحانه وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. سبق الكلام فيما يتعلق بإنكار المعاد ومجادلة الذين يجادلون في هذا الأمر ويستبعدون أن تكون قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لرد الإنسان بعد موته إلى الحياة مرة أخرى. سبق هذا يدلنا على المخاطب بقوله وإن منكم إلا واردها، فإن الخطاب هاهنا إنما هو لمنكر المعاد، منكر البعث، هؤلاء الذين أنكروا البعث. وقد كان السياق يقتضي أن يقول سبحانه وتعالى وإن منهم إلا واردها، ولكن بدلا من أن يكون الضمير ضمير غيبة كان الضمير ضمير خطاب، لأن هؤلاء بعد ما حكي عنهم من عنادهم وكفرهم وإصرارهم على ما هم عليه، بعد هذا كله وجه الله تعالى إليهم هذا الخطاب الذي فيه هذا الوعيد الشديد وإن منكم. وهذا أسلوب معروف عند العرب يسمى بالالتفات، وهو كثيرا ما يتكرر في القرآن الكريم،
حتى في سورة الفاتحة نفسها فيها التفات، فإن الله تعالى قال في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قد كان السياق يقتضي أن يقول إياه نعبد، لأن الوصف نعم للمعبود الخالق سبحانه وتعالى كان الوصف يقتضي أن يأتي الضمير بأسلوب الغيبة، ولكن بدل من ضمير الغيبة جاء ضمير الخطاب، لأن الإنسان بعد أن يستحضر هذه الصفات العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، وآخر هذه الصفات أنه مالك يوم الدين لا ريب، أنه يشعر بهيبة الجلال، فيجد نفسه منساقا إلى خطابه سبحانه وتعالى، خطاب الخضوع والانقياد له، وهو خطاب العبادة والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان، والمقصود بالإنسان الكافر هنا، لأن المؤمن لا يقول هذا الكلام، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان حجة على هذا الإنسان المجادل في هذا الأمر، وإقامة البينة عليه من خلقه بنفسه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك هنا: ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هذا الإنسان الذي خلق ولم يكن شيئا يذكر من قبل، كان عدما أخرج من العدم إلى الوجود ولم يكن شيئا، كيف يجادل في هذا الأمر وهو خلق من لا شيء، أخرج من العدم إلى الوجود، فكيف يستحيل أن يعاد مرة أخرى بعدما وجد وعدم مرة أخرى؟ كيف يستحيل أن يعاد مرة أخرى؟ هكذا يقيم الله تعالى: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم، هؤلاء الذين يجادلون في نحشرنهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم الجثية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وأتبع ذلك قوله: وإن منكم أي وإن من هؤلاء من أحد إلا هو وارد النار والعياذ بالله. وتدل على هذا أمور، منها أن الورود في النار لا يذكر إلا للكفرة والعياذ بالله تعالى، فالله تعالى يقول في فرعون: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فكذلك إذن هذا الورد هنا، وكذلك بقية الآيات التي تتحدث عن ورود النار إنما هي وعيد للكفرة والعياذ بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هم الذين يردون النار، المجرمون هم الذين يردون النار والعياذ بالله، لا يردها المؤمنون. هذا من جملة الأدلة التي تدل على هذا التفسير. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لنحضرنهم، لنحضرنهم، الإحضار لا يذكر في القرآن الكريم، في القرآن الكريم إلا في حق الكفرة والعياذ بالله، في حق أعداء الله سبحانه وتعالى المستحقين لعقابه، فإن الله سبحانه وتعالى
يحتكر، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، مع المحضرين للعذاب والعياذ بالله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. والآيات الدالة على هذا آيات كثيرة التي تدل على أن الإحضار إنما هو في العذاب. هذا كله مما يدل على أن هذا الخطاب لا يشمل المؤمنين، لا يشمل المتقين، لا يشمل البررة، إنما هذا الخطاب إنما هو للفجرة والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، إنما هو خطاب للفجرة والعياذ بالله، وليس هو خطابا للمؤمنين للبررة. ومما يؤكد هذا المعنى ما وصف الله سبحانه وتعالى به عباده الأبرار يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فكيف يدخلونها وهم لا يسمعون حسيسها؟ هذه كناية عن بعدهم عنها، ابعدوا عنها بعدا سحيقا بحيث لم يعودوا يسمعون لهذه النار حسيسا قط. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عندما يحين حينهم، عندما تحضرهم الوفاة في ذلك الوقت. وكذلك عندما يبعثون تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. تتلقاهم الملائكة أيضا عندما يحشرون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فمن أول الأمر تتلقاهم الملائكة بهذا. ونحن نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يقي عباده المؤمنين يوم القيامة حتى الخوف. هذا هو الذي يدل عليه القرآن. دعنا من رواية عبد الله بن بأباء التي جاء فيها أن كل حتى الأنبياء قالوا يكثون على ركبهم، حتى أنهم عزوا إلى المسيح عليه السلام أنه قال: لا أسألك اليوم يا ربي، لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. هذا كلام بعيد، هذا كلام لا يتفق مع دلالة القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة بين المتقين باقية. فكيف عيسى ابن مريم لا يسأل حتى عن مريم عليه السلام؟ هذا كلام بعيد. إنما هذا وقال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله سبحانه وتعالى بيّن كيف يوم القيامة يكون الأمن ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. من هم؟ السياق نفسه بيّن: إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير ما فعل. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هؤلاء الذين جاءوا بالحسنة هم الذين يأمنون في ذلك اليوم. من جاءوا بالحسنات وكانوا تائبين من كل السيئات، لم يأتوا بأوزار من السيئات
هؤلاء هم الذين يأتون آمنين في ذلك اليوم، هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من شاء هؤلاء هم الذين شاء الله سبحانه. السياق نفسه يدل على كذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ومعنى ذلك أن من لا يلقى في النار فإنه يأتي آمنا يوم القيامة. كل من ألقي في النار هو غير آمن، وكل من وقي شر النار والعياذ بالله فهو آمن يوم القيامة. فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. والآيات التي نصت على أن هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يعني عدم الخوف أنهم لا يخافون في الدنيا، هم في الدنيا تضطرم قلوبهم من خوف الله سبحانه وتعالى، وأما عدم الخوف فإنه يوم القيامة. وكذلك الحزن يأتيهم في الدنيا، وإنما يوم القيامة لا يحزنون أبدا. فإذا كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إنما هو في هؤلاء: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما، ثم ننجي الذين اتقوا. قد يتعلق متعلق بثم هنا بأنها تدل على المهلة، ومعنى ذلك أن تنجية هؤلاء بعدما يصلون النار إلى آخره. هذا أيضا يجب أن يفكروا كيف تأتي ثم. ثم عندما تعطف الجمل غالبا ما تكون للمهلة الرتبية ولا تكون للمهلة الزمنية. هذا هو الغالب على ثم، عندما تعطف الجمل. وشواهد ذلك في القرآن كثيرة، وكذلك في كلام العرب، حتى أن من علماء العربية من نص على أنها لا تأتي عندما تكون عاطفة جملة على جملة إلا للمهلة الرتبية، لا تكون للمهلة الزمنية، كما هو في شرح ديوان الحماسة، وهذا الذي أيده العلامة ابن عاشور من علماء العربية النابغين في المتأخرين. نعم. في تفسير التحرير والتنوير. ونحن نقول قد تأتي، قد تفيد المهلة الزمنية، ولكن أكثر ما تكون تفيد المهلة الرتبية. ومن شواهد كون ثم للمهلة الرتبية قول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا كونه من الذين آمنوا سابق على كل ما تقدم من وصفهم بأنهم يعنون بفك الرقبة والإطعام، لأن لا قيمة لفك الرقبة ولا للإطعام مع عدم الإيمان، إنما هذا لا بد من أن يكون مسبوقا بالإيمان. فإذا الإيمان السابق وليس الإيمان متأخرا عن هذا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا جاء في سورة الحجر وفي سورة صاد، جاء ما يدل على أن الله آذن الملائكة، أخبر الملائكة قبل خلق الإنسان بأنه خالق بشرا من طين، وأمرهم بالأمر السابق. فإذا سويته، إذا تدل على المستقبل، فالتسوية تكون في المستقبل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثم جاءت ثم هنا، مع أن آية الحجر وآية الصاد دالتان على أن قول الله سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم سابق
على وجود آدم، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا ثم هنا للمهلة الرتبية وليست هي للمهلة الزمنية. ومن شواهد كونها للمهلة الرتبية وليست للمهلة الزمنية في هذا السياق نفسه، في سياق آيات مريم، قول الله سبحانه وتعالى: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. في هذا السياق: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. هل علم الله تعالى متأخر؟ وإنما علم الله سابق، علم الله أزلي، كان قبل كل شيء. وباليملة يعني هذا التفسير هو التفسير الصحيح، التفسير الذي ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره لجماعة من علماء السلف، وعول عليه جماعة من محقق المفسرين من المتقدمين، الفخر الرازي أول على هذا التفسير، وكذلك من المتأخرين الشيخ طاهر بن عاشور أول على هذا التفسير. فهذا التفسير هو الذي يجب أن يؤخذ به ولا يعدل عنه، لأن الآيات إذا جمعت وجدناها تدل على هذا المعنى ولا تدل على غيره، فيؤول على هذا التفسير وحده. نأتي إلى مصطلح النجاة سمحت. نعم النجاة. نعم. أما بالنسبة إلى فأنجاه الله من النار، أي أنجاه من إحراقها له. نعم. وطبعا نجاه الله سبحانه وتعالى من إحراقها له، ما أحرقته. نعم. إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالتنجية إنما كانت تنجية من كون أبعده الله. قد تكون النجاة من الشيء بعد الوقوع فيه، ولكن مهما كان فإن هذه الآية تدل على أن المتقين منجون من أول الأمر، لا يصلون النار ولا يحومون حولها، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني نبقى مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله. سلاما عطر الأرجاء طيبا، وغصن الورد مال به رطيبا، وألسن مطربات الطير تشدو به طربا تجيب العندليبا. طريق الهداية هو طريق الاستقامة الواضح. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. خلق العفو والصفح هما من أخلاق ذوي النفوس الطيبة. إنسان يتسامح مع الآخرين، يتغاضى عن الأخطاء. أن تعبد الله كأنك تراه. آية ومعنى في الأوقات التالية. مسائل في الدين بسؤال أهل الذكر وعلى. مرحبا بكم أعزائنا الكرام في حلقة نتناول فيها أسئلة مختلفة، ونقتصر اليوم فقط على الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق المواقع، ونعتذر عن استقبال المكالمات. سمحت الشيخ، هنا سؤال آخر أيضا يتعلق بتفسير آية وربطها بين الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية. أبو يوسف الشعيلي يقول: قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللغة العربية عندما تأتي لن فإنها تفيد نفي المستقبل، لكن يقول: ما تفسير هذه الآية مقارنة بواقع الأمة الإسلامية مع ما يحدث من تقتيل وتشريد من قبل الأمم الأخرى؟ نعم قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
وكما قيل لن تفيد نفي المستقبل واستمرار هذا النفي وعدم انقطاعه بدليل أكثر من 50 شاهدا من القرآن الكريم، كقول الله تعالى قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وقول الله سبحانه وتعالى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وقول لن تغني عنهم أموالهم ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إلى آخر. تقريبا أكثر من 50 شاهد في القرآن الكريم تدل على هذا. وعلى أي حال، وكذلك السبيل هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي هي للعموم. ولكن علينا أن نفكر أولا، الآية فيها عدة تفاسير، المفسرون اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، منهم من حصر هذا النفي في يوم القيامة بدليل فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني في ذلك اليوم عندما يحكم يوم القيامة لن يجعل في ذلك اليوم للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا رأي طائفة من المفسرين. وقيل بل الآية تشمل الأوضاع في هذه الحياة الدنيا بجانب ما يكون يوم القيامة، لن يكون هذا النفي محصورا في يوم القيامة فحسب، بل هو في الدنيا وفي الآخرة معا. هؤلاء الذين قالوا هذا القول قالوا إن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا إذا كان أمر المؤمنين على ما يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه منهم من اعتصام بحبله المتين واتباع نوره المبين والأرض بالنواجذ على السير في صراطه المستقيم، عندما يكون المؤمنون مؤمنين حقا بحسب الإيمان الشرعي المطلوب، ويكون هذا الإيمان متجسدا في حياة الأمة. وهذا يدل عليه وصف المؤمنين. نحن لو نظرنا إلى أوصاف المؤمنين وبيان حقيقة الإيمان في القرآن الكريم لوجدنا أن الإيمان يطلق في القرآن الكريم على معنيين. قد يطلق الإيمان على الإيمان السطحي غير المتغلغل في أعماق الناس، ومن ذلك قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يدل على أن هناك من الإيمان ما يلبس بظلم. وقول الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني قد تكون نفس مؤمنة ولكن ما كسبت في إيمانها خيرا، هذا إيمان سطحي، إيمان لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الإيمان الحق. الإيمان الحق الراسخ في النفوس يتجسد هذا الإيمان في سلوك المؤمن، ويتجسد في خلقه، ويتجسد في فكره، ويتجسد في عمله، بحيث يكون بذله لله ومنعه لله وحياته لله ومماته لله، تكون كل جزئية من جزئيات حياته لله سبحانه وتعالى. فالله وصف المؤمنين في آيات من كتابه العزيز، وصفهم في سورة الأنفال بقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هكذا يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين حقا بهذه الصفات العظيمة. وفي مقدمة هذه الصفات أنهم عندما يذكر الله تعالى توجل قلوبهم، وهذا الوجل بطبيعة الحال
يحول بينهم وبين الاندفاع وراء شهواتهم وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، بل يمنعهم من الوقوع في كل مخالفة لأمر الله تعالى، وإن وقعت منهم مخالفة فإنهم سرعان ما يرجعون إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هؤلاء الذين رسخ الإيمان في قرارة نفوسهم، فإن حياتهم كلها تكون ترجمة حية لهذا الإيمان. والله سبحانه وصف أيضا في سورة التوبة هؤلاء المؤمنين بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء، بين أوصافه، ما هي أوصاف هؤلاء المؤمنين؟ قال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. يعني 9 صفات وصفهم بها. وقد جاء عن السلف بأن من لم يكن متصفا بهذه الصفات، جاء عن بعض السلف أن من لم يكن متصفا بهذه الصفات لا يعد من الشهداء. الشهيد لابد من أن يكون الذي اشترى الله تعالى منه نفسه ومال بأن له الجنة هو من يتصف بالصفات 9 كلها. أول صفة التائبون، ما هي التوبة؟ هي المبادرة إلى الرجوع إلى الله تعالى عند الوقوع في أي ورطة، في أي مخالفة لأمر الله، في أي معصية، في أي هفوة، في أي زلة. بل التوبة مستمرة باستمرار حتى ما عاد من معصية. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يعني رجاهم أن يكفر عنهم سيئاتهم بالتوبة، وطالبهم بالتوبة، وما قيد هذا بوقوعهم في المعصية، بل أمرهم بالتوبة بالاستغفار. يعني من شأن العبد أن يهفو، ومن شأن الحق سبحانه وتعالى أن يعفو عن التائبين الراجعين إلى الله عز وجل. أول وصف التائبون: العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الحافظون لحدود الله هم الذين لا يتعدون حدود الله في أي أمر كان. فإذا هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء الذين إذا تمسكوا بهذا الإيمان فإن الله لن يجعل للكافرين سبيلا عليهم بأي حال من الأحوال. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما وصف في سورة الأنفال المؤمنين صدر بآلة الحصر، بأداة الحصر، صدر بإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. ثم اختتم ذلك أيضا بحصر آخر، قال: أولئك هم المؤمنون حقا. حصر الإيمان في هؤلاء بتعريف المسند والمسند إليه وتفصيل ضمير الفصل بينهما: أولئك هم المؤمنون حقا. هذا مما يدل على أن الإيمان المطلوب الذي جعل الله سبحانه وتعالى وجوده في النفوس سببا لتماسك الناس وترابطهم برباط الوحدة الإيمانية، وسببا لاستحقاقهم نصر الله. فعندما يكون المؤمنون على هذا النحو
فإن الله لن يسلط عليهم أحد، ليجرب المسلمون كلهم أن يكونوا هكذا، فسيرون كيف آثار ذلك وكيف ينقلبون من الذل إلى العز ومن المهانة إلى الكرامة، ويرفع الله تعالى أقدارهم ويستخلفهم في الأرض كما استخلف من قبلهم من عباده المؤمنين. طيب سؤال أخير سمحة الشيخ، هل معنى ذلك لابد أن يكون المؤمنون يعني مجتمعين حتى لن يتمكن الأعداء منهم؟ نعم، لأنه قد يحدث، لأن يعني هم مطالبون بأن لا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا هو الإيمان مطلوب. ونحن نرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم ما لم يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كم من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. جزاكم الله خير، شكر الله لكم سماحة الشيخ على هذا العطاء، مبارك الله فيكم. أعزائنا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وغدا بحول الله تعالى سنكمل بقية الأسئلة المتعددة والمختلفة التي وردت إلينا عن طريق مواقعنا. لا يسعنا في هذا اللقاء سوى أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم أيضا على حسن متابعتكم وتواصلكم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.